مدبولي يؤكد أن الدولة تتخذ إجراءات تحفيزية للاستثمار، ويشدد على أن ملف الطروحات الحكومية أصبح برنامجا للدولة وغير مرتبط بأزمات. حكومة السودان ترحب بقمة دول الجوار التي تستضيفها مصر، وتعلن رفضها قرار لجنة إيجاد بنشر قوات أجنبية في أراضيها. قمة الناتو تؤكد أن مستقبل أوكرانيا في الحلف، وزيلينسكي يؤكد أن كييف ستجعل الناتو أقوى في حال الانضمام. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتخاذ الدولة لتعديلات ثورية في قوانين الاستثمار. وخلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أشار مدبولي إلى اعتزام الدولة السماح للصناعات كثيفة الطاقة بالعمل بنظام المناطق الحرة. هدف الدولة في هذه المرحلة هو دعم جهود القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة عشان يتولى القيادة بالكامل في الفترة القادمة. والأهم كمان إزاي إن إحنا نزيد من حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، لأن دي دايماً هي التساؤلات اللي إحنا كلنا بنتساءل، هنعمل إيه في أزمة الدولار وهنعمل إيه في أزمة العملة الصعبة، وإنتوا كدولة لازم تقولوا لنا إحنا بنتحرك إزاي في هذا الشأن. اللي عايز أقوله يمكن فيما يخص المحور الأول، موضوع مشاركة القطاع الخاص، والحقيقة يمكن إحنا دخلنا، أنا بقولها بمنتهى الأمانة، بتعديلات ثورية في قانون الاستثمار، وخدنا الحقيقة العديد من قرارات الكبيرة جدا اللي كان القطاع الخاص بيحلم بيها فيما يخص مناخ الاستثمار. ويمكن كان عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني دي يعني بداية انطلاقة كبيرة جدا في تفعيل العديد من القرارات. شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة المصرية حريصة على سداد مختلف الالتزامات السيادية عليها من ديون وأقساط في توقيتاتها المحددة. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الدولة العمل على توسيع نطاق الشركات التي تحصل على الرخصة الذهبية للاستثمار. التوسع في نطاق الشركات اللي تحوز على الرخصة الذهبية، إحنا كان القانون بيقول إنها فقط للمشروعات الاستراتيجية الكبيرة، لكن إحنا دخلنا في التعديل إن لأ، طبقا لأي مشروعات الدولة المصرية ومجلس الوزراء شايف إنها تستحق إنها تاخد هذه الرخصة، فنقدر إن إحنا نعمل هذا الموضوع. كل القيود اللي كانت موجودة فيما يخص تأسيس الشركات والسماح بترخيصها، وبالذات في مجالات يمكن كانت مرتبطة بصناعات بتقوم على الغاز الطبيعي والطاقة زي صناعات البتروكيماويات، ابتدينا النهاردة بنسمح انها تبقى موجودة وتعمل بنظام المناطق الحرة، ولكن طبعا مرتبطة بموافقة المجلس الأعلى للطاقة، علشان يبقى مرتبطين وملتزمين ان في توافر الطاقة الكافية لهذه المشروعات، فنقدر نفتح لها هي كمان نظام المناطق الحرة. وفتحنا المدة اللي ممكن انها يعني تؤسس من خلالها الشركة او المنشأة الجديدة لإقامة هذه المشروعات لغاية 9 سنين علشان يبقى موجودة. والحقيقة يمكن نقطة مهمة جدا في التعديلات، ودي اللي انا حابب ان انا اسلط عليها الضوء، ان النهاردة بقى من خلال التعديلات اللي تقدمنا اليها للبرلمان، ويمكن حصل عليها النقاش في مجلس النواب مؤخرا واقرار موافقة عامة ليها، ان احنا يجوز بقرار من المجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات اللي المجلس يحددها تحديدا، ان يعفى من مقابل الانتفاع للارض المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنين. يعني بمجرد ما يشغل المشروع أنا ممكن أعفيه لغاية 100% من حق انتفاع للأرض لمدة 10 سنين، إن أنا أرد له حتى جزء من قيمة الأرض لو هو بيتملكها، إن نسمح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري وارداته بالاتفاق مع وزارة المالية.
أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلغاء المعاملة التفضيلية والامتيازات التي كانت مقررة للشركات المملوكة للدولة العاملة في المجالات الاقتصادية. وأشار مدبولي إلى موافقة مجلس النواب على القرار، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق المساواة في التعامل مع مختلف الشركات. تقدمنا بمشروع قانون بيلغي كل المواد القانونية اللي بتمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة اللي بتشتغل في قطاعات الاقتصادية والاستثمار، ودي كان يعني مطلب مهم جدا في إطار الحياد التنافسي، وإن يبقى في مساواة في التعامل ما بين الشركات المملوكة للدولة والشركات القطاع الخاص، وده بالفعل أقرناه وتم اعتماده مجلس النواب بالفعل النهاردة، اعتمدوا بصورة نهائية عشان يبقى كده بنلغي أي معاملة تفضيلية كانت موجودة لشركات الدولة اللي موجودة. الحقيقة يمكن يعني موضوع الشركات الناشئة، وإن ده كانت دايما مطلب إن يعني الموضوع ده ينظم، إحنا الحقيقة أنشأنا وحدة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة عشان هي اللي تبقى مسؤولة عن حوكمة وإدارة هذا الموضوع، وتساعد المواطنين على أو الشباب اللي هو عايز يعمل شركات ناشئة لهذا الموضوع. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نجاح برنامج الطروحات الحكومية المصرية في الحصول على 1.9 مليار دولار كنتيجة التخارج من شركات الدولة حتى 30 يونيو الماضي. أشار مدبولي إلى أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن طروحات أخرى بقيمة 1 مليار دولار، لافتا إلى استهداف الدولة لترشيد الدين الداخلي وزيادة الحصيلة الدولارية. بنعلن النهاردة أن احنا حققنا يعني عقود مع القطاع الخاص اللي هتعلنه معالي الوزيرة بإجمالي 1.9 مليار دولار أمريكي. إجمالي اللي هتعلنه معالي الوزيرة إن إحنا كدولة بنتخارج من عدد من الشركات بإجمالي 1.9 مليار دولار، منهم حصيلة دولارية بالفعل هتدخل 1.650 مليار، الباقي اللي هو 250 مليون دولار دي هناخدهم بالجنيه المصري أو خدناهم بالفعل، لأن جزء منهم اللي هو كان الشركة المصرية للاتصالات وبعض الشركات الأخرى اللي معالي وزيرة التخطيط هتتكلم عليهم. ولكن ما تم تنفيذه حاليا واللي بنعلنه أن احنا عملنا بإجمالي 1.9 مليار دولار. في خلال الفترة القليلة جدا القادمة هنعلن عن مجموعة أخرى بتتجاوز 1 مليار دولار، بس هنعلن عنها بمجرد الانتهاء منها في خلال الفترة الجاية إن شاء الله. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور وليد جبلّة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بعد التحية، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أن الدولة المصرية توفر حوافز استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وهذا ما شهدناه في نجاح برنامج الطروحات الحكومية والذي حقق ما يربو إلى 2 مليار دولار، وهناك المزيد من التوقعات لتحقيق أمال الاقتصاد المصري بتحقيق طفرة كبيرة. برأيك دكتور وليد، إلى أي مدى يسهم ذلك كله في بناء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة؟
اهلا وسهلا بحضرتك وبكل الساده المشاهدين، وبالتاكيد القطاع الخاص هو موجود في صدر اهتمامات الدولة المصرية منذ سنوات، ومنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي كل البنية التحتية اللي تمت في مصر، الأراضي الصناعية، المحاور المرورية، تطوير الموانئ، تطوير البنية التشريعية، الكثير والكثير من الإجراءات التي تمت من أجل دعم القطاع الخاص، ربما كان لتداعيات كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية السبب في عدم تحقيق طموحات كبيرة في هذا الملف، ولكن الآن ومع مرحلة التعافي ومرحلة التكيف مع المتغيرات العالمية نجد الحكومة اليوم بتبدأ في مسار تنفيذ لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة، والتي تم تنفيذ بالفعل 8 قرارات من 22 قرار كانت صدرت من الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للاستثمار، فضلا عن أنها تنطلق في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بدعم القطاع الخاص، تنطلق في تنفيذ استراتيجية أو وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تم اعتمادها، والتي تتضمن تشجيع القطاع الخاص لممارسة مزيد من النشاط من خلال مجموعة من المحاور، أهمها برنامج الطروحات، والذي تحدث رئيس مجلس الوزراء عن تحقيقه نحو 1.9 مليار دولار، وتصور أن البرنامج في الفترة القادمة سيحقق نتائج أكبر من ذلك بكثير. الدولة المصرية لديها أوراق اقتصادية متنوعة ومتعددة، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن أهمية ملف السياحة والاستهداف زيادة 20% سنويا في إيرادات السياحة، تحدث أيضا عن العمل على دعم القطاع الصناعي بإجراءات مثل إعفائه من الضرائب العقارية من أجل زيادة مساهمته في الصادرات والحد من الواردات، تحدث عن الكثير من الإجراءات التي بجانب الحديث. دكتور وليد، لو تحدثنا عن الزيارات المكوكية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء، بالأمس كان في واحد سيوة على ذكر الجوانب الاقتصادية وعلى التنمية الاقتصادية، لكن لو تحدثنا في هذا المجال عن بعض الإشادات الدولية من صندوق النقد الدولي، من المؤسسات الاقتصادية الدولية، عن توقعهم جميعا للاقتصاد المصري بتحقيق طفرة كبيرة في الأيام أو في السنوات القليلة القادمة، كيف يمكن أن نثمن هذه الدعوات وهذه التوقعات وجذب مزيد من الاستثمارات للدولة المصرية؟ طبعا المؤسسات الدولية ومنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 وهي شريك في عملية التنمية في مصر، لأنه إن كانت برامج الإصلاح الاقتصادي المصرية هي برامج مصرية 100% إلا أنها برامج تراعي الخصوصية المحلية وفي ذات الوقت تراعي المعايير والضوابط الدولية بصورة تؤدي إلى أن المؤسسات الدولية يكون لديها ثقة كبيرة في المسار الاقتصادي المصري. هناك تحديات بواجه الاقتصاد العالمي، مصر أيضا تتأثر بالمتغيرات العالمية، عندنا مشكلة متعلقة بالاقتصاد العالمي وما يواجهه من انخفاض شديد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أنه رغم هذا الظرف العالمي الصعب إلا أن مسار الدولة المصرية يبدو مسارا واثقا من خلال استراتيجية ثابتة لمصر 2030، تلك الاستراتيجية التي تتفق مع الاستراتيجية الأممية من خلال إجراءات نتابعها بتقوم بها الحكومة المصرية بتوجيه من السيد الرئيس للوصول إلى المستهدفات التنموية بأسرع مما هو مخطط إليه رغم صعوبة الظرف. العمل في ظروف صعبة ليس جديدا على الدولة المصرية منذ بداية البرنامج، وبالطبع ستتخطى الدولة المصرية هذه الذي يدور على المجتمع الدولي، وبالطبع مصر تتأثر بما يدور. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية. تهدف مذكرة التفاهم لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، من بينها بناء القدرات البشرية ونشر وتعميق ثقافة التميز الحكومي والتنمية المستدامة وتطوير تقديم خدمات الهيئة. تأتي المذكرة استكمالا لجهود الدولة في مجال تحسين كفاءة وفعالية الجهاز الإداري للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير واحة سيوة وتحقيق مطالب أهل سيوة، خاصة ما يتعلق بحل مشكلة مياه الصرف الزراعي. أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ مشروع الصرف الزراعي وفق التكليفات الرئاسية، وستكون هناك مراحل تالية لاستكمال المشروع. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي لاجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، ووجه رئيس الوزراء وزير السياحة والآثار بأن يكون هناك اهتمام كبير بهذه المنطقة بالتزامن مع ما تشهده الواحة من مشروعات تنموية، على أن يتم إعداد برنامج وبرامج سياحية جذابة تناسب الوافدين من دول العالم للتمتع بمختلف أنواع السياحة، ومراعاة وضع محفزات لجذب مستثمري السياحة للواحة. استعرضت الحكومة خلال اجتماعها اليوم محاور النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج المقرر انعقاده في 31 من شهر يوليو الجاري. خلال الاجتماع تم التأكيد على أن النسخة الرابعة تستهدف مناقشة عدد من المحاور الرئيسية التي تتمثل في المحور الاقتصادي والسياسي والتعليمي والاجتماعي والخدمي. تعد النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج هي الأكبر حتى الآن، حيث يشارك أكثر من 1000 شخص من المصريين بالخارج من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلون عن 66 رابطة أو جالية للمصريين بالخارج. التقى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة. يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية والمستمرة التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة، وذلك بقيادة قوات المظلات، والذي يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة. بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب محمد محمود عوض قائد قوات المظلات، أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن، مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها ليؤدوا مهامهم بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة. وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات الخاصة، مشيرا إلى أن مقاتلي القوات الخاصة يتميزون بأساليبهم الاحترافية خلال تنفيذهم مهامهم المكلفين بها بما يتناسب مع طبيعة عملهم في حماية الوطن وصون مقدساته، مثنيا على دورهم البطولي وتضحياتهم بالغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن. وأكد الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة قد حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي، وأنها ستظل دائما تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار. وأوصى مقاتلي القوات الخاصة بالحفاظ على أعلى درجات الكفاءة القتالية واتباع أساليب التدريب المتطورة التي تعتمد على الأسس العلمية المدروسة للمحافظة على أدائهم الراقي الذي يتمتعون به. كما أدار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع مقاتلي القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على الأمن القومي المصري، واستمع إلى آرائهم واستفساراتهم في مختلف الموضوعات، مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. عقد مهرجان العلمين الجديدة مؤتمرا صحفيا بمدينة العلمين الجديدة وسط حضور رسمي بارز على المستوى الحكومي والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وذلك للإعلان عن جميع فعاليات المهرجان للموسم الصيفي 2023. تقام الفعاليات في الفترة من 13 من يوليو وحتى 26 من شهر أغسطس 2023
تحت عنوان العالم على مين، على مدار 45 يوما تستقبل خلالها المدينة ما يقرب من 1,000,000 زائر من مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان، والتي تتنوع ما بين فعاليات رياضية ومسابقات ترفيهية، هذا إضافة إلى حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم العربي. أكد الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن المهرجان يشكل فرصة رائعة للاحتفال بروح الإبداع والتميز في مدينة العالمين الجديدة. وأشار عمرو الفقي إلى أن المهرجان يعد فعالية متميزة تضيف إلى الحياة الثقافية والترفيهية في مصر. نجحت الدولة في تحقيق معجزة العالمين الجديدة لتصبح محطة أنظار العالم، وللتكامل مع هذا النجاح الذي حققته الدولة في إنشاء هذه المدينة الساحرة، فكرنا في إطلاق مهرجان العالمين الجديدة يشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين في المجالات المختلفة على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتضم فعاليات المهرجان أنشطة مختلفة في مختلف المجالات الفنية والترفيهية بما في ذلك الفنون والموسيقى والآداب والسينما والموضة والألعاب النارية والرياضات المائية وغيرها، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التفاعلية الممتعة التي تناسب جميع الفئات العمرية، ليقدم المهرجان تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، ويشكل فرصة رائعة للاحتفال بروح الإبداع والتميز في مدينة العالمين الجديدة، ويعد فعالية مميزة تضيف إلى ظاهرة الحياة الثقافية والترفيهية في مصر. وحول فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العالمين ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من هناك. محمود، انقل لنا الصورة لديك وماذا عن بداية مهرجان العالم عالمين؟ نعم، بعد التحية، يعني ربما الصورة من خلفي تظهر جمال هذه المدينة الساحرة كما تحدث كل الضيوف اليوم عنها، وتحدث أيضا الزائرين وكل وسائل الإعلام الموجودة بهذه المدينة الساحرة. انتهى المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق الدورة الأولى من مهرجان العالمين الجديدة منذ قليل. ربما هذا المؤتمر يعني أعلن عن بعض التفاصيل من خلال الكلمات التي كانت موجودة بالطبع للمتحدثين، ولعل أبرز يعني المتحدثين كان الأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي أكد على أن فكرة المهرجان جاءت يعني لتتكامل مع النجاح الذي حققته القيادة السياسية في إنشاء هذه المدينة الساحرة، مدينة العالمين الجديدة، ووضعها على خريطة المدن السياحية العالمية، وأيضا انطلاقا من حرص الشركة على دعم الاقتصاد وأيضا إثراء الحياة الفنية والثقافية من خلال عدد كبير من الفعاليات الموجودة. تحدث الأستاذ عمرو الفقي عن وجود فعاليات رياضية وفعاليات ترفيهية أيضا ستكون موجودة خلال فترة المهرجان، وربما أعلن أيضا عن خبر هام جدا وهو متعلق بوجود مسرح سيكون أيضا داخل في المسرح الروماني وبعض الفعاليات الأخرى الثقافية بالتنسيق والتعاون مع وزيرة الثقافة ووزارة الثقافة على الشاطئ الخاص والممشى الخاص بمدينة العالمين الجديدة. سيكون هناك بعض الفعاليات الخاصة ببعض الرقصات التراثية وبعض فرق الفنون الشعبية الخاصة بوزارة الثقافة، وهذا ما تحدثت عنه وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني. أكدت على دعم الوزارة لهذا المهرجان، وأن كل الفرق في المحافظات المختلفة والفرق التابعة أيضا لوزارة الثقافة ستشارك ببعض الفعاليات الثقافية والفنية على الشواطئ المختلفة في مدينة العالمين. وزير الشباب والرياضة أيضا تحدث عن دعم الوزارة ومشاركتها في هذا المهرجان بعدد كبير من الفعاليات. نتحدث عن بطولة كرة القدم الشاطئية، ونتحدث عن كرة الطائرة الشاطئية، أيضا مسابقات خاصة بالطبع يعني ستنطلق أيضا يوم الخميس في التقاط
البول وأيضا الجودو وبعض الرياضات الأخرى ستكون موجودة في مدينة العالمين الجديدة. هناك عدد كبير من الشركاء والرعاة لهذا المهرجان الذين تواجدوا بقوة خلال المؤتمر الصحفي وأكدوا على دعمهم أيضا لكل فعاليات المهرجان. المهرجان ستنطلق فعالياته يوم 13 يوليو الجاري وستستمر حتى 26 أغسطس القادم. هناك عدد كبير من الفعاليات ستكون موجودة. أيضا تم التأكيد على مشاركة عدد كبير من الفنانين من مختلف المجالات خاصة أيضا في الحفلات الغنائية التي ستكون موجودة في مدينة العالمين وأيضا الحفلات الترفيهية. نتحدث عن أن مدينة العالمين الجديدة بها عدد كبير من الوسائل الترفيهية. نتحدث عن المنطقة الترفيهية التي يوجد بها مول تجاري وأيضا الممشى السياحي الموجود بطول 14 كيلومترا وأيضا بعض وسائل الترفيه مثل مدينة الفنون الذي يوجد بها عدد كبير من القاعات الفنية والموسيقية المجهزة بأحدث التقنيات الموجودة. ونتحدث أيضا على أن سيكون هناك بعض الفعاليات أيضا في بعض الأماكن الخاصة بها عدد من الحفلات بها عدد أيضا من المسابقات. سيكون هناك نجوم من الوطن العربي ومن العالم لحضور أيضا تسليم الجوائز التي ستكون في ختام هذا المهرجان يوم 26 أغسطس القادم. أيضا سيكون هناك بعض الفعاليات الخاصة بمصممين الأزياء. نتحدث عن وجود 10 أشهر مصممين أزياء في الوطن العربي سيتواجدون أيضا خلال هذه الفعاليات. ونتحدث أيضا على أنه أيضا يوم الجمعة القادمة سيكون هناك تحدي الجيل الذهبي بمشاركة عدد كبير من الفنانين من النجوم الكرة المصرية بمشاركة كل هؤلاء النجوم في هذه البطولة. ونتحدث على التيك بول التي ستبدأ أيضا يوم الخميس القادم. فبالتالي نتحدث عن عدد كبير من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية التي ستكون خلال مهرجان العالمين الجديد. وبالتالي سيستهدف ويستقبل المهرجان 1 مليون زائر خلال هذه الفعاليات لتكون مدينة العالمين مدينة السحر والجمال على خارطة المدن السياحية العالمية. هذه كل التفاصيل الخاصة بالمؤتمر الصحفي لإطلاق الدورة الأولى لمهرجان العالمين الجديدة. عودة إليكم مرة أخرى. شكرا جزيلا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من العالمين. شكرا جزيلا لك. أدان وزير الخارجية سامح شكري بأشد العبارات الجرائم التي تستهدف المسلمين ورموزهم الدينية والقرآن الكريم، مطالبا مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإيلاء الاهتمام اللازم لتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وخلال إلقائه كلمة مسجلة لبيان مصر أمام جلسة النقاش العاجل حول تصاعد أعمال الكراهية الدينية التي تتجلى في الانتهاك المتكرر للقرآن الكريم. أعرب شكري عن بالغ القلق والاستنكار لتكرار جرائم حرق المصحف الشريف على أيدي متطرفين، والتي كان آخرها الجريمة التي وقعت أثناء احتفال الملايين من المسلمين بعيد الأضحى المبارك. شدد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، كما شدد على ضرورة احترام الدول لالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واعتماد التشريعات التي تحظر التحريض على الكراهية الدينية.
أعلنت حكومة السودان ترحيبها بقمة دول الجوار والتي تستضيفها مصر في يوم 13 من شهر يوليو الجاري بغرض مناقشة الأزمة في السودان اتساقا مع موقفها الذي رحب بمبادرة جدة. في غضون ذلك أكدت الحكومة السودانية رفضها لنشر أي قوات أجنبية في البلاد، مشيرة إلى أن الخرطوم ستعتبرها قوات معادية حالة من نشرها. في بيان بشأن اجتماع اللجنة الرباعية المنبثقة عن منظمة إيجاد، أشارت الحكومة السودانية إلى رغبة الخرطوم الصادقة لإيجاد حل للأزمة في السودان، لافتة إلى أن عدم مشاركة الوفد الحكومي السوداني بالاجتماع يأتي اعتراضا على الرئاسة الكينية له. نفذ الجيش السوداني عمليات تمشيط بمنطقة أم درمان لتطهيرها من قوات الدعم السريع. وأشار بيان القوات المسلحة السودانية لأن هناك عمليات هروب جماعي لقوات الدعم السريع. وفي سياق منفصل أعلن الجيش السوداني دحر متمردي الحركة الشعبية بقيادة جوزيف توكا وتكبيدهم خسائر مادية وبشرية فادحة في منطقة النيل الأزرق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. من جديد، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ أن قادة الحلف اتفقوا خلال قمة فيلنيوس على دعوة أوكرانيا للانضمام وبشكل رسمي إلى التكتل الأوروبي حيث تتوافر الشروط. وأكد الأمين العام لحلف الناتو خلال مؤتمر صحفي أن أعضاء الحلف اتفقوا على أن مستقبل أوكرانيا داخل الحلف، مضيفا أنه تم تخصيص 2% من إجمالي الناتج الداخلي للدول الأعضاء لزيادة نفقات الدفاع العسكري كحد أدنى. كما أشار الأمين العام لحلف الناتو إلى إمكانية ارتفاع هذا الحد بشكل كبير خلال العام المقبل. We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. This is a strong package for Ukraine. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستجعل حلف شمال الأطلنطي أقوى في حال انضمامها إليه. وفي خطاب له من ليتوانيا قال زيلينسكي إنه ليس هناك أي نية لمنح أوكرانيا دعوة إلى الحلف ولا لجعلها عضوا في الحلف،
وشدد زيلينسكي على أن التردد هو ضعف وأن عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا إلى الحلف يعد أمرا غير مسبوق وعبثي. I don't know your language. I will speak Ukrainian, the language of our heroes and warriors. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب ردا على احتمال انضمام السويد وأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلنطي. وفي كلمته بالتزامن مع اليوم الأول من قمة الحلف في ليتوانيا، أضاف لافروف أن روسيا ستعمل على حماية مصالحها الأمنية المشروعة. На границах с Российской Федерацией в случае с Финляндией, но и совсем близко от наших границ в случае со Швецией. أخبار تاسعة متواصلة مع حضراتكم من على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. موسكو تحذر واشنطن من إمداد كييف بقنابل عنقودية وتعلن تقدم قواتها في شرق أوكرانيا. ندد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين باستمرار بولندا في تزويد أوكرانيا بالأسلحة. أضاف فولودين أنه في اليوم الذي يصادف ذكرى ضحايا مذبحة البولنديين في فولن غرب أوكرانيا تزود وارسو كييف بإمدادات منتظمة من السلاح لارتكاب ما قال المسؤول الروسي أنها جرائم أوكرانية جديدة. أعلنت روسيا تقدم قواتها في قسم من الجبهة قرب ليمان بمنطقة دونتسك في شرق أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت مواصلة اختراق الدفاعات الروسية في إطار هجومها المضاد في عدة مناطق مختلفة، وذلك خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى نجاح قواتها في التصدي للهجوم الأوكراني. أعلن وزير الدفاع سيرجي شويغو أنه إذا ما أمدت الولايات المتحدة أوكرانيا بالقنابل العنقودية فإن موسكو ستضطر إلى استخدام وسائل هجوم مماثلة. أضاف شويغو أن روسيا تمتلك ذخائر عنقودية لكنها امتنعت عن استخدامها حتى الآن خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الذخائر العنقودية الروسية أكثر فعالية بكثير من الذخائر الأمريكية. أعلنت أوكرانيا قيام التحالف بضم 11 دولة لتدريب طياريها على مقاتلات F-16 والتي تطالب كييف بتسلمها لدعم هجومها المضاد. هذا ورحب وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزينكوف بهذه الخطوة وأعرب عن أمله في أن انتهاء التدريب وجاهزية الطيارين الأوكرانيين يكون خلال 6 أشهر. يأتي هذا فيما لم تعطي الولايات المتحدة بعد موافقة لأي دولة على تزويد أوكرانيا بهذه المقاتلة. أعلن رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني إعمالا للنصوص القانونية واللائحية. وخلال الجلسة العامة وافق المجلس على إحالة 7 مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما وافق المجلس نهائيا على عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية. ما
جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، واصل خلالها المجلس مناقشة عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والاتفاقيات الدولية. في مستهل الجلسة أحال رئيس مجلس النواب 7 مشروعات قوانين مقدمة من 10 عدد أعضاء المجلس إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وشهدت الجلسة الموافقة نهائيا على عدد من مشاريع القوانين، منها مشروع إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وقانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ومشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي ومشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف. بيهدف هذا التعديل أو هذا القانون إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم مشاركة القطاع الخاص وتحقيق المساواة والعدالة بين كل الجهات فيما يخص موضوع الاستثمار. مشروع القانون المقتضي بإلغاء الامتيازات والإعفاءات المتعلقة به الجهات الحكومية فيما يخص المشاريع الاستثمارية الاقتصادية في حقيقة وجه في وقته، لأنه في الحقيقة مسألة دعم القطاع الخاص وتنمية المناخ الاستثماري الخاص به جذب الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية ده مطلوب، لكن في الحقيقة احنا محتاجين أيضا يبقى عندنا خريطة منظمة منسقة لمسألة الإعفاءات الضريبية، مسألة الحياد الضريبي، مسألة القوانين أيضا المتعلقة به جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الاقتصادي سواء داخليا أو خارجيا. الجلسة شهدت أيضا الموافقة النهائية على عدد من الاتفاقيات الموقعة بين مصر والدول الصديقة، منها اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي لضرائب الدخل بين مصر وقطر، واتفاقية مبادرة تغير المناخ كمنحة مساعدة بين مصر والولايات المتحدة. كما وافق المجلس على انضمام مصر إلى الصيغة المعتدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين والانضمام إلى المجلس الدولي للطمور. وخلال الجلسة استعرض المجلس أبرز إنجازاته والقوانين التي تمت الموافقة عليها خلال دور الانعقاد 3 من الفصل التشريعي 2. لم يألو مجلس النواب جهدا في أن يكرس طاقات نوابه بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية في أداء مهامه الدستورية المنوطة به لخدمة هذا الوطن وتطلعات مواطنيه، وفي مقدمة هذه المهام وضع بنية تشريعية متكاملة تمكن الدولة من تحقيق ما تصبو إليه من أهداف بما يحقق المصلحة العامة في إطار دستوري وقانوني سليم ويلبي التطلعات نحو البناء وتوفير حياة كريمة آمنة للمواطن المصري تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وفي ختام الجلسة أعلن رئيس المجلس فض انعقاد دور الانعقاد 3 من الفصل التشريعي 2 وبدء الإجازة البرلمانية للمجلس على أن يعقد في دور انعقاد جديد لاستكمال مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع. أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بدور المجلس وما تم إنجازه من خلال أعمال ومن خلال دور الانعقاد 3 من الفصل التشريعي 2، وأشادوا خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري بالموافقة على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. النهارده كان ختام دور الانعقاد الثالث في فصل التشريع الثاني لمجلس النواب، والحقيقه كان دور مليء بالثمار اللي شاهدناها من خلال يعني خروج تشريعات جديده للنور واستخدام ادوات برلمانيه لكل الساده النواب في كافه الموضوعات. الحقيقه كان دور مثمر جدا لكل الساده النواب. نقش النهارده قانون الغاء الاعفاءات الضريبيه والرسوم المقرره للجهات التابعه للدوله او التي تساهم فيها الدوله. القانون جاء استجابه لمطالبات المستثمرين في الداخل والخارج وادراكا من الدولة لأهمية دور القطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص ولتحقيق الحياد التنافسي والعدالة الضريبية. احنا ندعم الاستثمار داخل مصر عشان نقدر ان احنا نوفر مناخ آمن للاستثمار وبنجذب رؤوس الأموال، إلى جانب ان احنا لازم ندعم القطاع الخاص. فإلغاء الإعفاءات عن
شركات القطاع العام وعن القطاع العام وعن الشركات المملوكة للدولة، ده بيوحد وبيعمل مساواة للاستثمار داخل مصر ما بين القطاع الخاص وما بين الدولة المصرية. مناخ الاستثمار بالنسبة للمستثمر سواء مستثمر محلي داخلي أو مستثمر خارجي هيلاقي مناخ للاستثمار والمنافسة الحقيقية، فدي طبعا يعتبر شيء جميل، واحنا وافقنا موافقه نهائيه النهارده لانه كان معروض على مجلس الدوله قبل كده. الان جاء موعدنا مع الوقفه الاقتصاديه لنشره التاسعه. اخبار المال والاعمال في هذه النشره تستعرضها لنا فاطمه خليل. مساء الخير فاطمه، اهلا بك. شكرا مصطفى ميزار، شكرا ادا ابراهيم، واهلا بكم مشاهدينا وجوله اقتصاديه جديده. وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاتربيلر إنك العالمية توماس بيليت فرص زيادة التعاون مع شركة والاستفادة من الحلول والتقنيات والمعدات صديقة البيئة التي توفرها في إطار استغلال كافة السبل لخفض الكربون في عمليات وأنشطة صناعة البترول والغاز. أشار الملا إلى أن العمل في قطاع البترول والغاز في مصر يعد بوابة للشركات العالمية للوصول لمنطقة الشرق المتوسط وما تسخر به من فرص متنامية في ظل تعاون إقليمي فعال تحت مظلة منتدى غاز الشرق المتوسط. من جانبه أكد توماس بيليت أن قطاع البترول والغاز المصري شريك موثوق تتطلع الشركة لزيادة العمل معه والتوسع في أنشطتها في مصر. ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الحالي بنحو 2% بقيمة 3,234,000,000 دولار مقارنة بنحو 3,183,000,000 دولار خلال نفس الفترة من عام 2022. وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أن نحو 10 دول استحوذت على 59.9% من إجمالي صادرات القطاع، تصدرتها إيطاليا بنحو 321 مليون دولار ثم كندا وإسبانيا. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات تقترب من 2 مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,163,000,000,000 جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.13% ليبلغ مستوى 17,155 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 85% ليبلغ مستوى 3,400 نقطتين. وشملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا الذي أضاف نحو 9% إلى قيمته ليبلغ مستوى 5,053 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد خسائر الجلسة السابقة مع تركيز المتعاملين على خفض السعودية وروسيا للإنتاج وترقب بيانات اقتصادية قد تساعد في التأكد من وضع الطلب على الخام. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 84% لتصل إلى 78.34 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.3% مسجلا نحو 73.74 دولار، كما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 28% لتصل إلى $2.56 للتر. هذا وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.2% لتسجل نحو $2.07 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إنه من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة 23% حتى عام 2045. أضاف أمين عام المنظمة أن قطاع النفط العالمي يحتاج لاستثمار يقدر ب 12 تريليون و100 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، لكنه ليس في طريقه للوصول لهذا المستوى من الاستثمارات. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لأدا ومصطفى لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة على هذا العرض.
أعلنت اليابان مصرع 6 أشخاص بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد. كانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد خفضت مستوى التحذيرات فيما يتعلق بالأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية من الجزيرة، لكنها حثت السكان على البقاء في حالة تأهب خشية وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية. جددت الصين دعوتها لليابان لوقف خطتها المتمثلة في تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما في المحيط خلال الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأكد دبلوماسية صينية أن اليابان تجاهلت مخاوف ورفض المجتمع الدولي للخطة من منطلق اقتصادي، مضيفا أن تصريفها لملايين الأطنان من المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما في المحيط خلال 30 عاما قادمة يرقى إلى معاملة المحيط الهادئ كمصرف صحي. الآن جاء موعدنا مع أحوال الطقس ودرجات الحرارة. أحوال الطقس ودرجات الحرارة تستعرضها لنا من جديد فاطمة خليل. شكرا مصطفى، شكرا أدا، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، اسكندرية 32 23، مطروح 29 24، بورسعيد 33 24، اسماعيلية 36 24، وجوها حار. بالنسبة للسويس 35 23، العريش 34 24، طابة 36 25، شرم الشيخ 39 29، الغردقة 39 29، وجوها حار. بالنسبة للأقصر 41 28، أسوان 42 28، الوادي الجديد 41 26، شلاتين 36 26، حلايب 35 28، وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع أبرز لقطات اليوم. بهذه اللقطات مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار التاسعة ولم يتبقى فيها سوى التذكير بأهم العناوين. مدبولي يؤكد أن الدولة تتخذ إجراءات تحفيزية للاستثمار ويشدد على أن ملف طروحات أصبح برنامجا للدولة غير مرتبط بأزمة. حكومة السودان ترحب بقمة دول الجوار التي تستضيفها مصر وتعلن رفضها لقرار لجنة إيجاد بنشر قوات أجنبية في أراضيها. قمة ناتو تؤكد أن مستقبل أوكرانيا في الحلف وزيلانسكي يؤكد أن كييف ستجعل ناتو أقوى في حال الانضمام. أخبار التاسعة انتهت لكن التاسعة لا تزال مستمرة مع حضراتكم ويوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور. ازيك يا هذا؟ ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا يوسف؟ كله تمام؟ كله كويس. مصطفى عبدالك ازيك يا يوسف؟ عايز تسألنا في حاجة؟ أنت عايز حاجة؟ قول. إيه؟ مبسوط النهاردة جدا بمناسبة بعيدا بقى عن الأحداث العالمية والدولية والسياسية، شفت منظر كده يعني جعلني متفائلا في العالمين النهاردة. المؤتمر الصحفي بتاع النهارده. المؤتمر بيحكي او الصوره اللي في المؤتمر بتحكي قصه جمهوريه جديده، قصه دوله جديده، قصه دوله بتتبني بايادي مصريه، والمنظر والشكل اللي احنا شفناه خلاني متفائل جدا ومبسوط بده. والله انا اتفق معاك جدا لانه العالمين فعلا الحقيقه بقت مبهره يعني، واللطيف فيها انها بتتغير بمنتهى السرعه من جيد الى الاجود منه بسرعة جدا. يعني أنا كنت هناك السنة اللي فاتت وصورت حلقات في العالمين، فلما شفت كمان المؤتمر الصحفي فلقيت لأ ده الحكاية سريعة جدا. وبعدين صحيح. إن شاء الله يعني الواحد هيبقى موجود هناك، هنطلع من هناك على الهوا. فأنا أتوقع كمان إنه اللي بتشوفه بعينيك حاجة واللي بتشوفه واللي من التلفزيون أو بتسمعه من الناس اللي بتروح وبترجع ده حاجة تانية خالص. يعني من سمع ليس كمن رأى على الإطلاق. يا ميسر الأحوال، على كل الأحوال دعوة للجميع يكون موجودا. والله يا أدا هي فعلا مش هزار. صحيح. العالمين دي بدون أي مبالغة هي مكان عالمي بكل مقاييسه، في شكله وفي تخطيطه وفي نظامه. وبعدين اتجاه الدولة لمسألة لو صح تعبير تسويق العالمين قدام العالم، ماشيين في اتجاه حلو وذكي وبالطرق الجديدة بتاعت صحيح. اليومين دول يعني. صحيح. مش بنشتغل بطرق قديمة، فده في حد ذاته شيء رائع يعني. على كل الأحوال احنا نتمنى لك حلقة سعيدة وجميلة حبيبة مبهجة كالعادة يوسف. تسلم يا مصطفى. شكرا يا آدم. شكرا ليكم واستأذنكم نبدأ فقرتنا.